السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفنا عن نفسك، عن شخصيتك، عن هويتك. يعني ما تعرفناش. معك عبد الله محمد عبد الله أحمد أبو طلال، والمشهور بالهير. الحمد لله الذي وفقنا اليوم لزيارة المشروع، والحمد لله العمل على ما يرام. في الحقيقة يعني كنت أتابع أنا من البداية بصمت، ولكن عندما وجدت أمس التفاعل من أبناء بلادي وأبناء قريتي وأبناء جماعة بني ساوي الخيرين، أحببت أن أشارك ولو بكلمة طيبة. فمن هذا المكان أحب أنادي كل صغير في بني ساوي الذي يريد التجارة مع الله سبحانه وتعالى هنا. من كان يحب بلاده كما يدعي فليثبت حبه لهذه البلاد الطيبة، بلاد الخير، بلاد التسامح، بلاد الإنسان المسكين الطيب الذي لا يحب إلا كل خير. فأنا أقول أنه من يقف متفرج ولا يساعد ولا يساهم في هذا المشروع الذي كان حلم الآباء كان حلم الآباء من زمان، وكنا نحلم بالطريق. الآن الحمد لله أصبح لدينا مشروع مياه ما شاء الله تبارك الله، يعني يكلف بالملايين. والآن بدأت الطريق، بدأت المشاريع التنموية في بلادنا تصب. سيأتي المستوصف، سيأتي المدارس، ستأتي المعاهد، ستأتي المحطات، ستزدهر بلادنا. فعلى الجميع أناديكم وأسألكم بالله ألا تقفوا مكتوف الأيادي. أنا أتابع أمس أنه لم يتعدى المشاركين في مجموعة زايد 1 أو 2%، ونحن ما شاء الله تبارك الله آلاف، الكثير يتفرج بصمت، وبالذات التجار وأصحاب السيارات غائبين عن التبرعات، غائبين عن المساهمة. لا أدري ما هذا السكوت، هل هو السكوت الذي يسبق العاصفة سيأتي دورهم في الأخير أم ماذا؟ لا أدري إن شاء الله. فأنا أقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم؟ تاجروا مع الله. هناك من أنعم الله عليه بالمال فتاجر بها في الدنيا، وهناك من أنعم عليه الله بالمال فتاجر مع الله سبحانه وتعالى فكان من الفائزين. أشكر كل من ساهم وكل من وقف وكل من عمل على إنجاح هذا المشروع الطريق، شكر نيابة عن كل عساوي في بني ساوي. وأشكر الوالد الشيخ الفاضل الخادم عبد الله ردمان مع رمز البلاد الشيخ عبد الله ردمان، مع الأخ إسماعيل الفقي، مع الأخ محمد إبراهيم الزيلعي، مع الأخ عبد الله مقبل، مع من ساهم في هذا المشروع وعلى رأسهم الذي يبذل جهدا كبير الولد محمد عبد الله ردمان الذي نقول عليه ذاك الشبل من ذاك الأسد. فأنا أناديكم أن تلبوا وتقفوا وتكونوا يدا واحدة من أجل أن إنجاح هذا المشروع، وأن لا يكون وصمة عار علينا. نحن بني ساوي، نحن الحمد لله بخير ونعمة، إذا قمنا يدا واحدة وإذا تكاتفنا سنهد الجبال ونهد الطرقات ونعمل المستحيل. ولكن إذا كنا على قلب واحد ويدا واحدة وكلمة واحدة تحت مظلة بلادنا الحبيبة وشيخنا الحبيب ورموز بلادنا الحبيبة، من عضو مجلس محلي، من عدل، من أمين، من وجهاء، من أعيان، من مواطنين، أحب أن أقول لكم تجملتم، وألف ألف شكرا لكم. وأخص بالذات ذلك الخير الرجل الذي كان له دور بارز في الأمس، أحب أن أقول له